معانا كابتن سيد عبد الحفيظ. مساء الخير يا كابتن سيد. الفل يا احمد، حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك كابتن سيد عبد الحفيظ، طبعا مدير الكره بالنادي الاهلي، والاهم ان واحد من المقربين جدا للراحل محمد عبد الوهاب، واللي بيتهيالي يا كابتن سيد انه يعني كل الناس اللي كانت قريبه منه في التوقيت ده كانت بتقول انه قبل رحيله بايام كما لو يبدو يعني انه كان حاسس ان هو هيرحل عن دنيانا. انا عايزك تحكي لنا على اخر ايام، وانا عارف انك كنت قريب منه جدا في التوقيت ده، تحكي لنا على اخر ايام في حياه الراحل محمد عبد الوهاب. يعني يمكن الله يرحمه محمد كان من الناس اللي هي مش انا بس اللي بتكلم عليها او انا بس اللي بزكيها، يعني اعتقد كل الناس اللي عاصرته او كل الناس اللي زملته او تعاملت معاه حتى يعني هيقولوا نفس الكلام. كان صادق جدا جدا مع نفسه، كان متصالح جدا جدا مع نفسه، كان صادق جدا مع حواليه، يعني كان زي ما بيقولوا كده ابن موت، يعني حاجه واحد من الناس اللي هي قليله جدا في الحياه عامه، كمصداقيه وانسانيه وتعامل برجوله. ايه اهم المواقف اللي مش ممكن ينساها كابتن سيد عبد الحفيظ لمحمد عبد الوهاب؟ والله محمد يمكن برضو يمكن انا ما لعبتش معاه كتير لان بحكم السن يعني، لكن يمكن في اخر اسبوع او 10 ايام قربنا مع بعض قوي، فبحكم ان انا كنت بعمل ماتش اعتزالك وهو كان يعني هو اللي بيغني الاغنيه بتاعته اصلا. أيوة. حتى قبل الوفاه بيوم كنا مع بعض بشكل مستمر جدا، وبشكل طول اليوم تقريبا ال 24 ساعه كنا مع بعض فيها يعني. فمش مساله صدمه وبس، تحس ان انت كنت بتحلم وحلم ما كانش لطيف الحقيقه خالص يعني. لكن درس مش لمحمد، لانه اكيد في مكان احسن وواحد احسن بكتير. طبعا طبعا درس لينا كلنا يعني. طبعا لحظه طبعا ما يغلاش على اللي خلقه. بس خليني اسال حضرتك سؤال، وحضرتك مدير كره وبالتاكيد تعاملت مع عدد كبير جدا واجيال مختلفه من لعيبه النادي الاهلي، سواء وانت لاعب في الفريق او حتى لغايه لما وصلت لمنصب مدير كره في النادي الاهلي. ايه سر المكانه اللي بيتمتع بيها محمد عبد الوهاب؟ يعني 14 سنه على رحيله وما زالت الجماهير بتفتكره وما تقدرش تنساه، وحطاه في مكانه يعني في حته لوحده ثانيه خالص، يعني من وجهه نظرك ايه السبب في ده؟ والله انا اشوف ان دي من نعم ربنا، يعني من حب ربنا للعبد، يعني من حب ربنا للانسان، ان انت حتى بمجرد ذكراك او محو اسمك على الوجود ذكراك بتفضل موجوده. اعتقد دي يعني مهما تفسرها او مهما تحاول ان انت تحللها يعني مش هتلاقي غير حاجه واحده بس، حب ربنا للانسان ده اصلا. ايوه. او قرب ربنا او قرب الانسان ده من ربنا. لكن كتير جدا بيعمل حاجات كتير قوي 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 وبعد كده يعني شهر اثنين ثلاثه وامور الحياه وسنه الحياه طبعا، لكن لما يبقى في واحد عمره يعني 23 سنه ولا 24 سنه يعني ما يزيدش عن كده او اقل من كده كمان بسنه ولا حاجه، 23 سنه بالتحديد، انت بتتكلم في واحد يعني معاش فتره طويله جدا عشان ياثر في الناس بالشكل ده، لكن يجي المشهد الاخير وربنا سبحانه وتعالى يعني العمليه مش بقطرها، العمليه باصدقها واخلاصها. أيوة. اعتقد انه عشان كان صادق ومخلص جدا، فاعتقد ان الناس كلها يعني وصل لها الاحساس ده يعني. صحيح. انا متهيألي ان الراجل ده ما عملش حاجات كتير قوي عشان يبين هو ايه. اكيد. لكن الحاجات اللي هو مخلص فيها جدا حتى ولو كانت يعني مش كتير، لكن عند الناس واصله وحساها يعني. فحب ربنا للانسان ده اعتقد هو السبب الرئيسي يعني. واعتقد انه كنت لسه قبل حتى يعني ما تدخل معانا كابتن سيد على الهوا كنت بقول انه صعب جدا انك انت تخدع الجماهير طول الوقت، يعني بالتاكيد المشوار اللي قضاه عبد الوهاب في الملاعب، وانا مش بس بتكلم على جمهور نادي الاهلي، انا يعني بيتهيألي وحضرتك مش عارف تتفق معايا في ده انه كل جماهير الكره زعلت على محمد عبد الوهاب في مصر في وقت رحيله. طبعا من الصعب جدا على لعيب انه يضحك على جمهور او يخدع جمهور، ولو نجح انه يعمل ده في فتره صغيره جدا ما اعتقدش انه يقدر يعمل ده طول الوقت. بص انا عندي قناعه يعني مقتنع بها تماما، يعني قد تكون في بعض الاوقات ما بتقولش اللي جواك، لكن اللي اعلم باللي جواك هو ربنا سبحانه وتعالى، عشان يبقى في مشهد زي ده يعني. انت لو جبت حتى الجنازه نفسها، ايوه يعني الجنازه مهيبه جدا، صعبه جدا، في يعني رغم ان الوفاه مثلا كانت الساعه 10 ولا الساعه 11 والجنازه كانت بعدها بثلاث اربع ساعات، ومع ذلك شوف كميه الناس اللي كانت موجوده، رغم ان انت في العصر ده ما كانتش السوشيال ميديا بالشكل الفظيع اللي انت فيه اللي هو في ثانيه كل الناس تعرف يعني، تمام؟ ومع ذلك
كميه بشر بكل انتماءاتها وبكل ميولها وبكل المسافات المتباعده اجتمعت في مكان واحد، اللي هو مش في القاهره كمان، يعني هو كان في الفيوم. يعني بص المسافات كانت عامله ازاي، ومع ذلك الجنازه كانت عامله ازاي. يعني انا بقول يعني ده يعني قدره ربنا سبحانه وتعالى، والمشهد ده ربنا سبحانه وتعالى يعني صحيح. هو الـ يعني المسج اللي هي عايزه توصل، ان الراجل ده كان صادق جدا، كان مخلص جدا، كان راجل يعني نقي جدا زي ما قلت، متصالح جدا مع نفسه. يعني ما اعتقدش ان في واحد في يوم من الايام مثلا قال لي او اشتكى لي او يعني في حاجه ما بينه وما بينه، حتى لو على سبيل الهزار يعني. فربنا يرحمه ويصبر. يا رب يا رب. عظيمه جدا الحقيقه. طبعا 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 جدا جدا طبعا جدا جدا. انا بحبها جدا وبقدرها جدا، وربنا يبارك لها في اولادها، في احمد ومحمود، ان شاء الله الرحمن باذن الله نتقابل كلنا يا رب في مكانه عبد الوهاب او عند عبد الوهاب باذن الله على خير باذن الله. وبنطلب منكم انت وكل نجوم الاهلي ما تنسوهاش ابدا كابتن سيد. لا طبعا لا طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي.